بتعرفوا بأي مزمور؟ مزمور 27. هلأ بدنا نفوت على المزمور 27. أوكي، المزمور 27 حسب ما بتطلعوا فيه هو مزمور صغير، كم آية؟ 14 آية، من 1 ل 14. المزمور 27 له عنوان، العنوان الموجود هلا بالعربي اسمه لداود، بس بالعنوان الأساسي وببعض ترجمات لداود قبل أن يمسح. يعني داود كتب هالكتاب هيدا هالمزمور قبل ما انمسح، يعني قبل ما مسح الملك. لكن نحن نعرف أنه مسح ثلاث مرات مثل ما قلنا. أول مرة وقت كان بعد ولد صغير، وقت ربنا بعت النبي حتى يقول له أنا شاول ما بقتني راضي عليه كتير، مش عم يسمع الكلمة، صار ماشي بغير طريق، أنا بدي نقي واحد تاني، روح على بيت فلان بتلاقي عنده أولاد، أنا رح اختار واحد منهم. عيط له الزلمة، شافيني أولادك؟ أول واحد قال له هيدا شاب طويل عريض، هيدا يبكي، هيدا الرب بده إياه. قال له ربنا ما تطلع بالجسم، ربنا ما بيطلع بغير شيء. تاني والتالت والرابع، قال خلص أولادك؟ قال له تقريبا هال أحسن شيء اللي عندي إياهم، هال المتعلمين وهيك يلي هن. ما عندك غيره؟ قال له بعد في عندي راعي صغير، أصغر واحد يلي عمير على عنزيته هونيك. قال له روح جيب لي، لأن هذا هو بدي أنا الغنم. بقى إجا وقتها ومسحه ومسح ملكا بالسر، لأنه لو عرف الملك شاول أنه في ملك غيره، قال لي بده تعرف الملك مين لازم يطلع الملك وراء؟ ابنه. عادة توريت الشغلة بتكمل لهلا. لكن ربنا كان خيار تاني، بده ربنا نظر إلى قلب الإنسان ومسح. عادة كان يمسحه الملوك والكهنة الميرون، مثل اللي احنا بعدنا هلأ منسميه مسيحة، الكهنة اللي بده يرتسمه هلأ قريبا، هودي رح يمسحوا بزيت الميرون، يعني زيت المسحة. مسحني وأرسلني، هودي عنده رسالة، ما مسحني وكرسني وقعدني بالبيت، ما كرسني لأبشر المساكين، أرسلني لأبشر المساكين، من أجلهم أكرس زيتي. هذه أول مرة مسح هونيك. تاني مرة مسح هو وقت الرجال يهوذا، بتعرف وقت المملكة كانت مقسومة بين يهوذا بالجنوب ومملكة إسرائيل بالشمال. وقت اللي هو عمل انتصارات ودافع عن الشعب ضد الأعداء، المناطق كلها قبائل يهوذا قالوا أنت ملك علينا وما في غيرك بيملك علينا، ومسحوه، جابوا النبي تعيدهم ومسحوه بالزيت، هذا ملك على يهوذا. بعدين لما كمان راح على مناطق الشمال وكمان بده يحرر هونيك المناطق، وبعدين رجال المناطق الشمال مناطق اسرائيل كمان رجعوا مسحوه ملك على كل الشعب اليهودي، يعني مسح ثلاث مرات. بقى هالمزمور ما بنعرف قبل اي مسحه منهم، بس وقتها كان يعني هو بيعتبر حاله بعد ما كان كانه ممسوح كليا، يمكن بعد اخر، مش اخر وحده، لانه بين اول مسحه والثانيه والثالثه عمل كتير صعوبات وحروبات وكل الأشياء هيدي. المناسبة يلي كتب فيها هي كان في اضطهاد، يعني يلي بتسمعوها إذا قريتوا هالنص هيدا، واحد عم يختنق، واحد عم بيموت، واحد خايف على حياته، في اضطهاد عليه، يعني واحد بتخبى بالملجأ ويا رب تنجيني، كأنه واحد خايف، واحد في عنده اضطهاد. نحن بنعرف كمان داود تقريبا في ثلاث هيك فترات من حياته كان في مضطهد. اول حياته كان مضطهد من الملك شاول، حد ذاته لما نعرف انه ربنا اختاره لداود، وهو كل الناس صار لحقينه وصار ابضاي، والناس بيقولوا هون شاول قتل كم واحد، بس هذا قتل عالم كتير وعمل وبيغني وصوته حلو، الناس مشي وراه، صار هجمه وبده يقتله، صار متخبى من بغاره لبغاره حتى يصير خايف منه لانه بده يقتله الملك. وكمان هرب من وجه ابنه هو أبشالوم، ابنه لداود، لمين كمان وقت صار كبير بالعمر شوية داود، ابنه صار هو بده يعمل ملك محله، لكن صار بده يقتل بيه لأنه بده يتعدى وبده يعمل ملك بالقوة، مش أنه بده بيه بده ملكه، هو بده يسيطر على المملكة. كمان هرب من وجه ابنه، صار يهرب من محل لمحل. وكمان آخر حياته كمان كان في صراع مع الفلسطينيين يلي هني كمان كان صار ختيار، كمان كان رح يموت هو بهديك الوقت لو ما أجوا دافعوا عنه. ما بنعرف بأي فترة كان هو كتب هل
هالمزامير، لكن بوحده كيفيه داوود متضايق ومخنوق باي وقت ما بنعرف، بس المهم كان في خنقه بحياته. هيدي اهم شيء هالمناسبه. يعني هذا المزمور بتصلوه وقت انتم مخنوقين، هذا المزمور بتصلوه اذا كان في عندكم مرض، اذا في عندنا مشكله، اذا نحس حالنا انه الدنيا مسكره بوجدي وانا شو عامل لك يا رب وانا ويني والناس ضدي ومش عم بعرف شو عم بصير بحياتي. هذا مزمور للمضطهدين بهالمعنى، هيدا يلي هو عبر عنه داود بكلمات شعريه كتبهم بهالطريقه هيدي. كيف مقسم هيدا؟ مثل ما قلت لي بس 14 ايه، مقسم بالنص، 6 ايات بطولات وعنترات وغزل واشياء وهميه، يعني انا القصه كلها سوا، وست ايات او ما بصير 14 7 6 من 1 ل 6 بعدين من 7 ل 14 وهوليكي الانسان بحط جلاب الارض، يعني اول قسم راسه بالسماء، ثاني قسم راسه بالارض. مثل كل انسان هيدي الحاله الطبيعيه، اول مره متحمس وانا بضاي وانا ما بعت لهم شيء وما بيهمني شيء ابدا، بعد شوي بحس حاله انه لا يمكن اكل كف ويمكن موت، وانك يا الله ساعدني تعالي، انا كنت عم اقدم راجل بس انا مش هالقد هالقد ابو ضاي، ما تتكل على انه انا على الكلمات اللي عم بحكيهم. مش هناك اول ما بتسمعوا الكلمات شوف تقولوا الرب نوري وخلاصي فمن من اخاف؟ مثل واحد واقف وفي شي جيش قدامه، ليك بقول في جيش قدامه، هو انا مش خايف من حدا منكم، انا عندي الرب نوري. يعني عم تخيل في بروجيكتور وراه، بتعرفوا وقت اللي بحكي عن رب نور مش عن ضوء الشمعة، عم نحكي عن شمس، أكبر شيء بيضوي هو الشمس، معروفة عيامه ما كان فيها الأضوية الكبيرة، كان بيعرفوا أنه فيها قمر يا شمس. القمر بيضوي بالليل بس ما بيأذي، منيح للعشاء مش هيك بيستعملوه اللي بيتغزلوا فيه، لكن النهار الشمس هي اللي بتضوي، هي اللي بتبهر. وهو عادة المعارك عادة بتصير بالنهار، لكن كمان بتصير بالليل إذا أنت بدك تنتصر على أعدائك. عادة الليل يعني الأبضاي بيهجم على التاني، بيكون هداك الناس تعبانين أو ما بيقشعوا أو ما شو بيعملوا. هو تخيل حاله جايين عليه بالليل بالعتمة، ألوف ألوف من الجيوش جايين عليه وهو وحده، أنا ما عندي مشكلة، الرب معي والرب مدور بروجيكتور وراي. تخيلوا هيدي، الرب حصن حياتي فمن من أخاف؟ الله حطت له حصن هون وأنا ما بخاف حدا. إذا تقدم علي الأشرار ليأكلوا لحمي، كانوا يأكلوهن أوقات دبحون ويأكلوهن جرام، كان مضايقية وأعدائي شو بيقول؟ فإنهم يعثرون ويسقطون، بيتفشكلوا لوحدهم. ليش بيتفشكلوا؟ لأنه البروجيكتور اللي وراء. أنتوا بتعرفوا إذا أنت ماشي وحدا يضوي لك ضوء بالليل بتفونس، بيقول مش هيك؟ حتى إذا أنت عم تسوقه بتعملوا حادث. إذا أنت ماشي بعشر تقش عدامك بيعميلك عيداك، هو هيك تخيل؟ أنا واقف جاي الأعداء، جاي الموت، جاي المرض، جاي بمكان، أنا الله معي ما بخاف من حدا، ربنا رح يضوي هالضوء وبفشكلكم كلكم سوا. إذا اصطف علي عسكر فلا يخاف قلبي، هذا شاعر مش هيك؟ في شيء غير شاعر بيقول هالكلمات عودي؟ وحده تنصب الجيش وحده هو ما في غيره. إذا اصطف علي عسكر أنا ما بخاف، أنا وحدي بقتلكم كلكم سوا. فإن قام علي قتال ففي ذلك ثقتي. هو شو بيقول؟ واحدة سألت الرب. هو شو عامل؟ حكي مع الله، نادر ندر لله. تعرفوا نحن عادة وقت حدا منا بيمرض أول شغلة شو بيعملها؟ بيندر. وعادة شو بيندروا الناس؟ بيندر عادة بلبس الولد مثلا توب، كرس لك حياتي، بروح بعمده بلبنان، بلبس التوب كل حياتي، بمشي حافية، بمسح الأرض الكنيسة، ناس تندر إشياء اندورات أوقات دورات كبيرة، ويا ما في اندورات وتبقى اندورات يعني فيها مستحيلة، وناس بيندروا غيرهم كمان. يا رب أنا مثلا بعفو جون مثلا مريض، إذا جون بيشفى أنا بدي خليه يمشي حافية كل حياته. خلي شخصك في أنت اندر حالك، ناس بيزور يندروا غيرهم هيك. هاي انا نقدرك يا جماعه، ما فيك انت انا قدرتك تمسح فيك الحياه. ما هي الناس بصير يعملوا هيك. هو شو عمل؟ واحده سالت الرب واياه والتمس ان اقيم ببيت الرب جميع ايام حياتي، ندر حاله
كرس حياته بالبيت، مع انه هو عنده مدري كم عائله وعنده نسوان، مش وحده واثنين وثلاثه، بس خلص تحمس الزلمه، يا رب اذا بتخليني اقضي علي كله سوا انا كرس لك كل حياتي، بترك كل هالعالم، بترك كل شيء، وبقعد كل ليل نهار بصلي لك، ليل نهار عم صلي لك، لكي اعاين نعيم الرب وتامل في هيكله، لانه في خيمته، كانوا ربنا قاعدين بخيمه بتعرفوا ايام داود، بعد ما كان في عنده قصر، ولكن عنده بعد هيكل سليمان يلي ابنه سليمان اللي عمر القصر بعدين، كان ربنا قاعدين بخيمه وهن قاعدين بقصور، كان ربنا عاملين له خيمه ويقعد فيها ربنا ويعملوا له يضووا له شمع وكل الاشياء هنيك، لكن قال ربنا هو بخيمته بخبيني يوم الشر، وبستر خبائه يسترني، وعلى صخرة يرفعني. تخيلوا هو كان قصيرة بتعرفوا، وقت بيرفعه شو بيقول هو؟ فيعيز إذن يعلو رأسي فوق أعدائي. أنا صرت كبير بتعرفوا، قلت الولد صغير بس بدك إيه تقوي شوي ترفعه شوي، بنبسط بشوف حاله أعلى، لأنه هو بيخاف لأنه صغير وكل من فوق منه بيطلع فيهن هيك، حمله على كتافك بصير بطل، لأنه بيعرف حاله صار هو شايف حاله عالي وبيقدر هو أبضاي. ربنا بيرفعني على الصخرة وما حدا بيقرب علي. وكان يخدوها كمان الصخرة عادة إلى رمزيتها، لأنه أنتوا بتعرفوا أنه العدو هذه روحيا عدونا الأساسي منه ونحن الشيطان، والشيطان رمز شو؟ حدا قال شي كلمة الحية، والحية ما بتطلع على الصخرة، بتعرف الحية ما بتطلع على الصخرة، بتزحط عصا إذا كان الصخرة مثلا. عادة كان يعتبروا الإنسان وقت اللي بده يهرب من الحي بيعملش على الصخرة، ربنا بيرفعني وبيوقفني على الصخرة، الشيطان ما في علي، مش بس أنتم ما فيكم علي، الشيطان ما في علي كمان، ما عادش بتعصني الحي، لأن الحي هي اللي بتعص والحي هي الشيطان. بقى إذا بدكم أنتم تهربوا من خطية قلوا يا رب ارفعني على صخرتك، ما تخلي بقى الشيطان يجي علي، ساعتها أنتم تحس حالكم لا الشيطان في عليكم وصرتوا اعلى من الناس، واقفين هيك وكل الناس تحت منكم، انا ابضاي، انا ما في حدا علي، لانه قربنا رفعني، انا مش قصير ولا انا ضعيف، لكن انا عيلة وانا كبير. فحينئذ يعلو راسي فوق اعدائي من حولي، والذبائح هتاف اسبح في خيمته، اعزف للرب وانشد. بيعمل باربيكيو وبياكل وبيغني ليل نهار، خلص انتصر، يا رب بوعدك انت رح تنصرني، وانا متاكد رح تنصرني انت، كرس كل حياتي لك انت، وانا بكون معكم كل حياتي. هلا اذا وقفنا هون تخلص القصه، وتفكر انه هذا بطل وانحلت القصه وما حدا قرب عليه وما صار شيء لداود وكرس حياته بالهيكل وعمل كل شيء، لكن يا جماعه الحقيقه مش هيك، هذا شعر، هذا اول قصه مش شعر، مثل ما قلت لكم ما تصدقوا كثير الشعر، فيها زودات كثير. مش هيك نحن اوقات كيف بيصير معنا نفس الشيء؟ نحن ياما اوقات من وقت بنمرض بيجوا لعنا ناس حوالينا، مش عم اقول هالكلام مش لازم نقوله، بدكم تكملوا معي للاخر، بس هيك بيصير معنا. متى تلهم ربنا معك وربنا بيحميك، ما تروح عند الحكيم، ربنا الحكيم وحده، شو بدك بالحكمه وشو بدك بهداك، ربنا بيحميك، لا بيقوى عليك لا سرطان ولا شيء ابدا، خلص اتكل على ربك وربك بيحميك، ما بتعمل شيء انت هداك. اوقات احنا ما نصدق، لما نروح عند حكيم ممكن نعمل تحخن، خلص انا شفيت، انا انتهيت، انا ما صار معي شيء، ورب بيعرف كرس لك كل حياتي وبلبس وبندر وبلبس ثوب العدرا وكل الاشياء هيدي. بس نحن بعدنا بالاي 6، هيدا مبنى صلاه واحده بس، هيدا ما بتعطي ثقه، لانه ياما في اشخاص بتعطي خيبه امل من بعد منها، ياما في اشخاص المرض بيقوى عليهم وبيموتوا هالأشخاص وهن محروقين ومقهورين. أنا شو عملت لك يا الله؟ ولو كل هالصلوات واندورات وما خليت حدا يندر لي بإسرائيل وبلبنان ومكان، شو هيك كله راح ديعان؟ وين هالبطولات؟ مننفس وكأنه الله مش موجود. مشان هيك إذا وقفنا هون هذا خطر كبير، هذاك الشعر بعده، الشعر حلو بالبداية بدك الإنسان تقويه وتعزيه وتقول له أنت أبضاي وما تتلهم وما في مشكلة، أنت معك رب معك، بس شعر شعر ما بدنا نصدقه كله سوا، بدنا نكمل الآية 7. استمع يا رب إني أصرخ صراخا فارحمني واستجب لي. يعني شو صار معهم هلأ؟ كان قتلهم كلهم ما خلى حدا منهم وخلص، وصل على هيك الكرسي حياته،
نزل على الأرض وصار على إجريه، صار بيعرف أنه يعني ما كل ما يشتهي المرء يدركه. وكمان ربنا مش هدفه ولا وعده أنه يحط لك خيمة فوق راسك أو فوق راسك، مش لأنك أنت مسيحي وبتجي تحضر سهرات الإنجيلية وبتقدس كل يوم وبالأخوية وبتتناول، معناتها في خيمة فوق راسك لا رح تموت لا غريق ولا حريق ولا مشرشح الطريق. لأنه إذا صار معك حارس ومتت أو ما صار معك كنسة، شو بصير فيك؟ دغري نقول أنه وينه الله؟ مع أساس الله وعدني أنه بخيمته وبيرفعني على الصخرة وبشوف حالي أكبر من غيري وما حدا بيقرب علي، شو صار؟ هيدا شعر، لأنه ربنا ولا مرة قال ومش موجودة، وخاصة إذا بدنا ننتقل للعهد الجديد. بالعهد القديم في أشعار كتير. القسم الثاني اللي رح تسمعوه هيدا في نفحة جديدة، في نفحة من العهد الجديد، يعني نفحة واقعية، نفحة أنه رح يضطهدوك من كل الناس من أجل اسمي، وإذا كانوا أنا اضطهدوني أنتوا أحسن من غيري، أنا رح يقتلوكم لأنكم لا بيعرفوكم ولا بيعرفوا يلي بعتوكم، مثل ما قتلوني أنا لأنه لا بيعرفوني ولا بيعرفوا بي، ورح تمرضوا. شوفوا مربوط شو صار فيه، شوفوا مربول شو صار فيه، شوفوا هالقديسين، شوفوا قديش في ناس كتار. بس هلا تقول معناتها أنه إيماننا نحن مبني على بهورات أو الله مش موجود ونحن عم نحمس حالنا؟ من كمل بيقول استمع يا رب إني أصرخ صراخا فارحمني واستجب لي، فيك قال قلبي. ما أنا كنت عم أقول لحالي ألتمس ألتمس وجهه، وجهك يا رب ألتمس، لا تحجب وجهك عني. صار يحس أنه الله بطل موجود. هذا اختبار ناس اللي بيعتبر الله الحاضر الغايب بذات الوقت. قديش في منا نحن نقول الله مش عم شوف مش عم يسمعني الله، كأنه قديش أنا بصلي بصلي كأنه الله مش عم يسمعني، كأنه الله حجب وجهه عني. لا تحجب وجهك عني بيقول له، ولا تنبذ بغضب عبدك. بصير الإنسان يتذكر خطايا يقول أكيد ربنا عم يعمل فيني هالشي، هذا يمكن لو أنا عملت شي خطيئة من صغرتي وأنا عملت هيك ويمكن أنا عملت هيك، اللي مشناك ربنا يمكن عم يبعد وجهه عني شوي. ناصرا كنت لي كل حياتك، لا تخذلني ولا تتركني يا إله خلاصي. هيدي نظرة واقعية، نظرة بعض الإنسان مكمل لكن بيعرف صار إجري على الأرض بطل واقف على الصخرة، صار بيعرف أنه أنا ممكن موت، أنا هالمرض يمكن يؤدي إلى الموت الجسد، لكن مش معناتها الله بطل موجود معي، ومش معناتها أنه كل شيء كنت عم أقوله راح ضيعان. بالنهاية خاصة نحن كمسيحية، بالنهاية في حدا تعلق على الصليب، وفي حدا عطى معطى لآلامنا، وفي حدا إجا حتى قلنا أنا ما جيت حتى ما تموتوا، أنا جيت حتى تقوموا من موتكم، أنا جيت لأعطيكم الحياة الأبدية وأعطيكم إياها وافرة. ومربول سبول إذا كان رجعنا بالمسيح بهذه الحياة نحن أشقى الناس، لأنه رح نتفاجأ أنه نحن رح نمرض، صار معنا حادث، ناس يقتلونا يضطهدونا. قديش في مسيحيين اضطهدوا من أجل اسم يسوع المسيح؟ هل ترى كان الله عم يزيح وجهه عنه؟ لا، نحن أوقات مفتكر أنه وينك يا الله؟ الله موجود، بس الله ما قال لك أنه أنا رح شيلك من هون وخبيك وما رح يصير معك شيء، رح قال لك رح شيلك من القبر ووصلك على السماء، وهون رح يكمل فيها هالشغل. بيقول هيك إذا تركني أبي وأمي، صرنا بالآية 10، فالرب يقبلني. وهم بلش يشوف النظرة، نظرة القيامة. وين جماعة إذا كان يعرف هو شو عم يحكي؟ عادة إذا بي والأم تركوا الإنسان بيموت، مش هيك؟ الإنسان اللي بيتركوا بي وأمه معناتها كأنه خلاص إنسان مات. إذا الناس تركوني، أهلي تركوني، بي وأمي تركوني، الرب بيقبلني بالسماء. طريقك يا رب علمني، وسبيل الاستقامة أهدني من أجل مضايقية. لا تسلمني إلى شهوة أعد مضايقية، فإن شهود زور ينفثون العنف قد قاموا علي. وهون بلش حس حاله أنه هو عم يختنق، وهذا اللي صار مع المسيح. أنتوا تعرفوا هيدي المزمور كأنه المسيح كان عم يصلي كمان، بعدين رجع صلى مزمور تاني على الصليب، بس هيدا كمان حاله وقت صار في شهود زور على يسوع المسيح، وكأنه صار كل الناس تركوه، حتى التلاميذ والأقرب الناس قالهم يلي كان عم يتركوه، وحتى اختبر
إلهي إلهي لماذا تركتني كمان؟ فده كان اختبار كبير اختبره يسوع. شو الآية 13؟ الآية 13 و 14 هيدا الختام، هيدي القيامة هون. آمنت سأعاين صلاح الرب في أرض الأحياء. شو هي أرض الأحياء؟ أرض الأحياء مش أرضنا نحن، نحن هاي أرض الأموات كانوا يسموها السماء. أرض الأحياء معناتها الناس اللي عايشين فيها إلى ما لا نهاية، يلي هن طيبين. نحن أرض الأموات هاي بنسميها، ولو كنا ماشيين على إجرينا بس نحن موتى، يعني ماشيين نحو القبر. هونيك نحن ماشيين نحو السماء، نحو الرب، نحو الحياة الأبدية. شو بيقول؟ وهذا هو الرجع، يلي هيدا لازم يكون بآخر كل صلاتنا. هيدي هي الثقة هون، إنه أنا حاس حالي في مشاكل حوالي، يمكن جسدي عم يضعف، أنا عم موت، شو ما عم بيصير، لكن أنا كل ثقة إنه ربنا مشتركني، ولو جسمي عم يتركني، ولو أنا عم موت وشايف حالي رايح صوب القبر، لكن ربنا مشتركني، لأنه أنا سأعاين صلاح الرب، يعني رح أعاين مجده للرب في قيامي في حياة الأبدية. أرجو الرب تشدد. عم تطلع روحه هون الزلمة، عم يطلع روحه، بس صار عم يقول لحاله أرجو الرب تشدد، ما تخاف، ما تعتبر حالك أنت عم تموت، أرجو الرب تشدد وليتشجع قلبك. عم يحكي لحاله، يمكن صار عم يحكي مع غيره كمان، صار فيه هون عم بيشجع غيره كمان، وليتشجع قلبك وارجو الرب. هاي الكلمات اللي بنقول لهم اياها للناس نحن يلي يمكن بالمستشفى على فراش الموت، ما فيني ضل يقول له انت هلا رح تقوم، لانه يمكن ما يقوم 90% و 99% ما رح يقوم من الفرشه، بس لازم ضلي اعطيه انه انت رح تقوم بالقيامه. اخوك سيقوم، قال يسوع لمرتا. هلا وقتها قايم بوقتها، بس رح تفرجيهم انه هو رح يقوم بالقيامه. انا القيامه والحياه، من امن بي وان مات، عم يحكي خيا، فسيحيا. مش معناتها ما رح يموت، رح يموت لكن رح يحيا. والنيال الإنسان يلي بيموت أو بيحط راسه على فرشته وبيعرف حاله رح يقوم. أبشع شغل الإنسان يحط راسه من عشية على فرشته ويقول أنا يمكن ما أقوم. قديش في منا بيخافوا، يمكن ما بينام كل الليل، يقول لك أنت ما رح تفيق. هيدي أبشع شغلة. مش لك نحن نصلي أوقات قبل ما ننام، وتعودنا هالخصة نصلي قبل ما ننام كرمال نفيق تاني يوم، حتى نعير منبه، حتى في حالي أنا لازم فيه كأنه الصبح، لأن الإنسان ما بحب يموت. قديش حلو الإنسان يعرف حاله هو على مخدي، أنه أنت رح تفيق بالقيامة، ولو غمط عينك هلأ تروح بسلام، لكن في حدا رح يستقبلك هونيك، لأنه إذا بدك ضلك واعده أنه أنت هلأ رح تقوم هلأ ويمكن رح تفيق مدري شو، يحس حاله أنه هو لا أنا عم موت، عم تطلع روحه. ما بدك تقعد الإنسان بخيبة أمل. ثقة مع الله هي أساسة واقعي، بعرف شو وعدني الرب، وعدني بالقيامة وبعدني بالحياة الأبدية. مش هناك آخر المزمور بيقول أرجو الرب تشجع تشدد ولا تشجع قلبك وارجو الرب. وهم بدي أختم أقول أن الصلاة بثقة هي اللي بدها تنقلني من التفكير انه صلاتي بدها تغير العالم كرمالي، الى صلاتي بدها تغيرني كرمال العالم. نحن عادة نصلي حتى كل شيء حوالي يتغير، المرض يتغير، المشاكل تنحل، كل شيء بنحل. هيدي بطولات وهيدي اشي هيك. بدي اوصل وقت اقول يا رب غيرني انا، مثل ما بتجي لعندي مثلا ست ومع ابن صغير، يا ابونا صلي لي على الصبي ما بيهدى نط كل النهار، بدايين يصلي له حتى هالولد يتغير ويصير شاب. طبعا اذا فيني يصير شاب وهو عمره 5 سنين، لكن بقول له مش الافضل صلي لك انت حتى تتقبلي ابنك، وانت تتغيري حتى تقدري تتقبلي ابنك اللي عم يكبر. الصلاه انه انا اللي بدي اتغير، مش ضروري المرض يتغير. ما بدي صلي حتى المرض يروح، بدي صلي حتى أنا ما يروحني المرض. المرض رح يبقى، يمكن في ناس بتصير معهم عجيبة،
هيدي ربنا يلي بيعرف، مارشال بيلي بيعمل عجائب، بس مش كل الناس عم يشفوا، بس مش معناتها كل الناس ما عنده ايمان. هيدي البشعه اوقات كثير. انا عندي ايمان شفاني مارشال بيل، وانت بعدين عم تقول لي كلنا سوا ما عندنا ايمان؟ معناتها بس المبدا هيدا هو. حتى المسيح ما شفى كل الناس، كل الموجودين. في ناس كانوا موجودين بروما ما وصلوا عندهم لهونيك بيان، ما شافوهم بذات الوقت. او في ناس كثير اجوا لعنده ما شافوه. مش هيدا هو الاساس. مش هيدا هو. لانه ما في وعد بهالمجال هيدا. الوعد الاساسي هي انه انا اذا عندي ايمان يسوع بقول له بتنقل الجبال. لكن اشي الجبال ما قال عن مرض، او حتى قالنا بتحطوا ايديكم على المرضى اعطانا السلطان. بس مش هيدا هو الاساس. يسوع ما بعتنا نكون اطباء للجسد. وهذا اختبار الكنيسه. يعني اذا بدنا نفسر كلام المسيح بنشوف الرسل كيف عايشوا. كان يشفوا ببدايه الكنيسه المرضى، لانه عاده الناس تتعلق بهالشغله. انتوا بتعرفوا كل الناس كان لحقين المسيح كرمال شو؟ كرمال يشفوا وكرمال يعبوا بطنهم. وقت اللي مره اجوا لعنده يسوع بعد ما عمل تكثير الخبز، 5 خبزات صير لهم يهم 5000 15000 مدري قديش، لحقوا تاني يوم ركض كلهم سوا، كانوا 1,000,000 واحد يمكن. شو قال المسيح؟ قالوا انتم مش جايين لحقين لانكم عم تآمنوا بكلامي، جايين لانه مبسوطين بالاكلات وجايين تربوا جايين تاكلوا. ما بده ياني يسوع الحقوا كرمال عم ببطني، بمعنى انه اشفي جسدي فقط، بده ياني امشي ورا حتى اشفي روحي. مش هيك يسوع ما كان يحب يعمل ايات وعجائب حتى الناس يلحقوه كصانع عجائب. مارشربي مش صانع عجائب، ولو اعتبروه بالفتيكو هلا اكثر قديس صانع عجائب، بس الاساس مش هيك. الاساس هو يلي بصلاته عم يجرب الغيب العالم. الانسان اللي بتشفي جسمه ومكرسح بيشفي لكن بيضلوا نفسه معطله، هي مش عجيبه. العجيبه اول شيء الانسان يشفى بالروح. اول شيء وقت نزلوا مخلع للمسيح شو قال له؟ مغفوره لك خطاياك. بعدين قال له امشي، لانه لو راح مشي وبعد ما انغفرت خطاياه شو بينفع؟ كان ماشي على قبره. لكن قال له بعد منا اذهب بسلام، روح على بيتك. هلا صافي صافي تروح على السماء، ما بقى عندك مشكله، لانه غفرت خطاياك. ربنا بالاساس هو غافر الخطايا مش للجسد. ربنا بيعرف ان الجسد رح يروح، انه ممكن تعيش 50 100، في ناس بيوصلوا ل 100 بس من هي رح تموت. قديش بده يمدلك اياهم؟ لكن ربنا وعدك بالحياة الأبدية. مش هيك أهم شغلة بصلاتي كن عندي هالثقة هيدي. وانطلاقا من المزمور يلي سمعناه، مزمور 27، خلينا نكون واقعيين بصلاتنا، نكمل الآخر، نبلش بحماس لكن بعد منا نروق نشوف الواقع ونعرف أن ربنا وعده صادق لقلنا. نياله الإنسان يلي بيعيش كم سنة بفرح وبسلام، لأنه راح يقضي الأبدية بسلام. بتعتيره الإنسان يلي بيقضي كم سنة يمكن هيك ملبك ومدري شو، لأنه هذا ما بعرف شو راح يصير بعدين. أهم شيء الإنسان يعيش بالسلام، والربنا بيعطي السلام. هيدي الضمانة، هيدي الحياة الأبدية. مش هيك ربنا قالنا، وهي بختم فيها، أنه أنا ما راح شيلكم من العالم. وقت كنا عم نصلي، ما عم نصلي كرمال شيلكم من العالم او شيل العالم كرمالكم، يعني امحي هالناس. ربنا ما بدينا نطفي كل الناس كرمالنا نحن، ربنا بدينا نحن نضوى كرمال الناس. مشان هيك قالنا انتم نور العالم. اذا في غلط بهالدنيا ربنا بده يشتغل فيني حتى يضوي لي راسي، يضوي لي شمعتي، يضوي لي قلبي حتى تصير شوف اكثر والناس يشوفوا اكثر. قالنا انتم نور العالم، انتو ملح الارض. امين.